طبعا للي ما يعرفش حكايه اطفال طنطا دي، طفلين قاعدين قدام مرميين قدام عماره اربع ايام. فاكرين زمان اما كان يقول لك انا طلعت لقيت عيل يعني مرمي قدام الجامع في كفوله وبتاع مش عارف ايه، كان في عيلين مرميين قدام عماره في طنطا اربع ايام. بلال عادل محامي سهى والدت الطفلين، اهلا استاذ بلال. استاذ بلال، استاذ عمرو مع حضرتك. ايه الحكايه يا استاذ بلال، ايه الموضوع؟ الحكايه باختصار كده يا فندم، ان اللي حصل ان الست مرات استاذ شادي اللي سابت الطفلين، او اللي زي ما بيقولوا الناس وزي ما ظهر على السوشيال ميديا ان هي سابت الطفلين، هي ما سابتش الطفلين. اللي ساب الطفلين عمهم بمساعده شادي جوزها، جوزها ما هوش طالقها، جوزها تمام. وبعد كده بالمعاونه دي واحده يا فندم، يعني العيلين قعدوا اربع ايام وامهم ما تعرفش عنهم حاجه؟ مش اربع ايام يا فندم، مش اربع ايام، يوم واحد. يوم واحد العيال مرميه قدام العماره يا استاذ عمرو. ايوه فندم، يوم واحد راحت ودت العيال لعمهم ولحماتها، والعيال راحت بمعرفة عمهم دوت وبمعرفة أستاذ شادي، وداهم هناك الشقة، سابهم قدام البيت، وكلم جارتهم إن هي تقوم تبلغ إن هي اللي سابتهم. ده كلام جديد لانج ده. أيوة باشا، محدش يعرف الكلام دوت، والسوشيال ميديا والميديا نفسها واخدة اتجاه تاني خالص غير الحقيقة. طب هي أمهم ما كانتش عارفة هم فين؟ يا باشا عارفة، راحت ودتهم لعمهم علي. طب ما انا فاهم ان العلاقه بينهم سيئه جدا، ودتهم. مشكله باختصار يا باشا، هي مشكله ماديه اساسا. الست دي ايوه العماره دي بتاعت مين؟ العيال دي اللي قدام العماره دي، العماره دي بتاعت مين؟ ساكنه فيها، هي ساكنه فيها. يبقى ما ودتهمش عند عمهم بقى، ده العماره اللي هي ساكنه فيها. يا باشا لا، ودتهم عند عمهم في مكان تاني، عمهم اللي وداهم العماره. حضرتك الاطفال كانت مرميه قدام انا عماره بتاع اللي ساكن فيها مين؟ اللي هي ساكنه فيها، بس هي كانت سابت الشقه لان هي كانت بتنطرد من الشقه لانها قعدت اربع شهور ما تدفعش فلوس. فاصحاب العماره قالوا لها يا اما تسيب العماره يا اما تمضي على ايصالات امانه. طبعا رفضت تمضي على ايصالات امانه لان هي ملهاش يا متر العماره. ركز معايا، اللي مرمي قدامها العيال دي مين اللي ساكن فيها دلوقتي؟ هي ام الولاد ووالدهم استاذ شادي. لا لا لا، دلوقتي يعني دي العماره بتاعت الام. يا باشا مش بتاعتها، هي ساكنه فيها. ايوه اللي ساكنه فيها يا مت، شقه الزوجيه يعني، مش شقه العم، مش بيت العم. لا مش بيت العم، لا. ودت بقى الاولاد لستهم ولعمهم. ايوه حضرتك، والعيال وهي فوق في الشقه كانوا محطوطين قدام العماره لمده يوم وما تعرفش ان عيالها قدام العماره؟ ما كانتش تعرف ان هم موجودين هناك، هي كانت على علم ان هي ان الولاد كده مع اهل والدهم. والعماره دي والناس طالعه ونازله، ما حدش قال لها حاج عيالك مرميه تحت. يا فندم لا، هم قعدوا يوم واحد وبعد كده جارتهم خدتهم وسلمتهم في القسم. طب يا متر حاضر، يعني أنا سمعت وجهة نظرك. معانا الأستاذ شادي الأمير وادي والد الأطفال اللي كانوا مرميين قدام العمارة. أنا أستاذ شادي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الحكاية يا أستاذ شادي؟ أستاذ عمرو أنا مش هتكلم كتير، أنا ملخص الموضوع. أنا عاوز ولادي والست دي تتنازل تنازل رسمي قدام المحكمة أو قدام الناس كلها إن أنا أخدهم، لأن كل ما باخدهم أستاذ عمرو تعمل لي محضر خاص، يعني بعد ما باخدهم بساعه تقوم عامله لي محضر خاص ان انا خاطف عيالي انا ووالدتي، ومعايا المحاضر الاثبات الحاله اللي انا عاملها. كل ما تعمل لي محضر وتتصل بالماده ده خاطف عيالي هو وامه، ولما بروح لاي جهه حكوميه يقول لي لا لازم تاخد حكم قضائي بضم الحضانه. يا استاذ شادي، العيال دول كانوا عند مين؟ كانوا عند عمهم ولا كانوا عند امهم؟ يا فندم المسكن ده المسكن بتاعها، انا سايب محافظه الغربيه بقالي سنتين، انا سايب محافظه الغربيه بقالي سنتين، فانا في مكان وهي في مكان تاني خالص. والعيلين دول فيهم واحد بس اللي ابنك مش الاثنين؟ لا الاثنين يا فندم.
ليه؟ طب ليه بيتقال في حتت كتير ان انت بتقول هو واحد بس مش اتنين؟ لا يا فندم اتنين. طيب الاتنين ولادي. فالعيلين ما كانوش عند اخوك، العيلين كانوا عندها. يا استاذ عمرو ده دي تالت مره تعملها. تالت مره قبل كده مره، اول مره يا استاذ عمرو بعد احترامي ليك لو سمحت. اتفضل يا استاذ عمرو. اتفضل. اول مره عملتها نفس الموضوع ده بالظبط، نفس السيناريو ده بالظبط عملته. راح الجيران اتصلوا بيا قالوا لي يا استاذ شادي الست سابت الولاد على السلم. رحت خدتهم، قامت عامله لي محضر خاص. اتصل بيا احمد بيه الحجار رئيس مباحث اسمي تاني، والاستاذ حمدي مشعل عضو مجلس الشعب سابقا، وعملوا لي قاعده عرفيه. تعالى ابنك ما يهونش عليك كده، اللي انت تسيبه واصرف عليه. والله اللي انتوا الاثنين اللي انتوا بتعملوه في العيال ده ما يجوزش ابدا، وحرام عليكم. يعني ايا كان الخلاف، مش ممكن العيال تترمي في الشارع كل يوم وتتساب كده. يا استاذ عمرو لو سمحت، مش انتوا الاثنين يا استاذ عمرو، مش احنا الاثنين، هي السبب في كل ده. وبتعمل وبعد عملت لها محضر تسليم ان هي استلمت الاولاد، بعديها بشهر سابتهم عند بتاع الفاكهه ثاني مره. هي الست دي إيه؟ هي الست دي ودي المره الثالثه يا استاذ عمرو. الست دي عقليا متزنه يعني، يعني ايه سابتهم عند الراجل بتاع الفاكهه؟ اه سابتهم يوم برضو عند بتاع الفاكهه، وقالت له ابوه ما يجي ياخدهم دلوقتي. طب ابوه ما يجي ياخدهم ازاي وانا في محافظه ثانيه، وهيعرفوا تليفوني منين ولا يجيبوني منين؟ طب حضرتك رفعت عليها اي قضيه اي حاجه تثبت للمحكمه؟ رفعت عليها ضم حضانه، رفعت عليها ضم حضانه، قالوا لي الحضانه لا يجوز الا الامها طالما امها موجوده. طيب اعمل ايه؟ عملت محضر اثبات حاله، وعامله لي ست تقارير طبيه، وعماله تشتكيني في كل حته، وبتقول لي انا مش هطلع منك الا بالدم، وبتهددني ان انا لازم احبسها. كل ده عشان بقول لها خلاص يا ست ننفصل بالمعروف، واديني عيالي، اديني عيالي وروحي لحالك. تقول لي انا مش هطلع منك الا بالدم. طب استاذ شادي ايه؟ انا مش عارف استاذ شادي، هم العيال فين دلوقتي؟ انا العيال اخر حاجه وصلت لها قالوا لي يا شادي لازم اي حد من الام او الاب يجي يستلمهم. منين؟ تمام. بعت اهلي قالوا لي لا لازم امه، لازم امه، لازم امه. بعت امه راحت اتحفظوا عليها دلوقتي، ومعمول لها ضبط واهدار، ولا مش عارف مستنيين تحريات المباحث. ايوه العيال فين؟ العيال في الرعايه بمكان الدوله خدتهم، في دار الرعايه الدوله خدتهم. طيب انا مش عارف اخدهم يا استاذ عمرو، انا مش عارف اخدهم. حضراتكم متجوزين ولا متطلقين؟ متجوزين يا فندم كمان. طيب انا مش عارف اخدهم منها، انجدوني منها، انجدوني انا وعيالي منها. دي بني ادمه مختله عقليا. طب حضرتك دلوقتي عن طريق النجده، حضرتك كده تقوم عامل لي محضر سرقه. حضرتك دلوقتي في اسكندريه ولا في طنطا؟ في اسكندريه يا فندم، انا مش عايش في طنطا انا. طب هي اللي عايشه في طنطا، هي اللي عايشه في طنطا. طب ما نزلتش؟ انا عايش مع الزوجه الثانيه في اسكندريه. ايوه ما نزلتش تشوف عيالك ليه؟ ما انا بنزل لهم كل اسبوع. لا دلوقتي في الوضع دلوقتي حضرتك، العيال كانوا مرميين في الشارع يا فندم. انا حاليا متواجد في طنطا. انت في طنطا دلوقتي؟ ايوه متواجد في طنطا دلوقتي. رحت اخدهم؟ مش عارف اخدهم. رحت شفتهم؟ طيب ايوه طبعا. طب قالوا ايه العيال؟ هل كان بقالهم 3 ايام ولا يوم ولا يومين؟ لا هي سابتهم من العشاء لحد تاني يوم الساعه 7 الصبح. يعني العيال العيال عدى عليهم الليل وهم في الشارع؟ لا سابتهم على السلم، سابتهم على السلم قدام الجاره اللي قدامها، عشان الجاره اللي قدامها موظفه، لما وهي راحت الصبح تقوم شايفاهم. الجاره الموظفه وهي بتفتح الباب نازله على السلم رايحه وظيفتها لقتهم. طب استنى دي واحده يا استاذ شادي. يا استاذ بلال حضرتك سمعت اقوال الاستاذ شادي، ايه الصح وايه الغلط فيها من وجهه نظرك؟ يا باشا هو الخلاف كله خلاف مادي معاها، هو ما بيصرفش عليها، هم فعلا الاولاد اولاده بس هو ما بيصرفش عليها. وكان حصل قبل كده ان المره اللي فاتت لما سابت الاولاد ما كانتش سايباهم في الشارع، سابتهم له في الشقه لان هو كان ماسك لها سكينه وهي هربت فما عرفتش تاخد الاولاد. فالحته ديت مخليها هو يقول ان هي ديت ثاني مره او ثالث مره بالنسبه لها. المره اللي فاتت كان ماسك لها سكينه، فكانت هتتصرف ازاي؟ يعني هو زي ما هو بيقول هي سابت العيال مرتين في الشارع قبل كده.
هو لا مش في الشارع. المره اللي فاتت يا باشا كان في البيت، بما ان هو مسك لها سكينه لا اكتر ولا اقل، لكن هو ما سابتهمش في الشارع قبل كده، والمره دي هي ما سابتهمش في الشارع، هي راحت ودتهم لعمه ولحماته. عمه وحماته ايه ده؟ انت بتقول لي انك لاقيهم جوه العماره بتاعتها يا باشا؟ ما هم اللي ودوهم يا استاذ عمرو، هم اللي ودوهم، عمه اللي وداهم عند باب الشقه كده بالطريقه دي. طيب هي الست فين؟ الام دلوقتي الاستاذه سوها فين؟ موجوده في النيابه. في النيابه تمام. لسه ما صدرش اي قرار. والعيال فين؟ الولاد دلوقتي مدعين في دار رعايه. دي بتاعه الدوله دار الرعايه دي؟ تمام. تمام. شكرا ليك يا استاذ بلال. شكرا يا استاذ شادي. احسن حاجه عملتها الدوله، انا ما اعرفش مين اللي مسؤول عن القرار ده، ايا كان وزير محافظ، وبصراحه يعني لو عايزين رايي لا الاب ولا الام ينفعوا، ولا الاب ولا الام. وبعدين تيجي تقول لي ايه، وهو ليه الراجل ده طلع كده وليه الطفل ده طلع كده؟ الطفل اللي ملوش اب وام الدوله هي ابوه وامه، واحنا مستعدين من اللحظه دي من اللحظه دي نلم فلوس ونعمل حاجات ونوضب حاجات ان العيال تتربى كويس. العيال تتربى كويس، دول ده ده دول يعني دول زي عيالنا يا جماعه، ده زي ابنك. ما ينفعش ما ينفع ما يعني ايه يعني العيال تترمي في الشارع يعدي عليها الليله للصبح؟ ده فيهم رضيعه. سابوا عند بتاع الفاكهه. واعرف ناس بتتمنى من ربنا ضفر عيل، يصرفوا ملايين واللي وراهم واللي قدامهم عشان ربنا يديهم ضفر عيل. لا اله الا الله، يعني لا يسعك الا ان تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني اللي اتعمل ده كويس، وارجو ان الدوله تاخد حق الطفل من العيله. هتقول لي انت بتعملها قضيه راي عام؟ ايوه، علشان دي وقضيه التنمر الاثنين لازم يبقوا عبره لمن يعتبر. ومن كام يوم كان عندنا شهيد الشهامه والولد اللي قتله، كل ده يبقى عبره لمن يعتبر. مجتمع يبتدي يتعامل مع الطفوله بشكل جيد، ويجب ان ننظر لهذا الامر بشكل جيد. وكل ده عايز الحق يعني؟ وراه قانون احوال شخصيه محتاج الكثير من التغيير. كل اللي احنا بنشوفه ده قانون احوال شخصيه اعرج، محتاج ان احنا نقعد وبجراءه عشان نحمي الطفل ونحمي الاسره. هقول لكم الجمله البايخه اللي الناس بطلت تقولها، الاسره هي عماد المجتمع، الاسره هي عماد المجتمع، اذا صلحت صلح واذا فسدت فسد. اسره هي دي اللي بتربي اب وام. انت مين اللي رباك؟ مين اللي عملك بني ادم؟ خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. النهارده لسه عندي شويه حكايات في الحلويات، وعندنا لقاء جميل مهم في اخر الحلقه، ارجوكم ابقوا معنا.